شرفنا قدومه مرحبا مني خدام الوصف زايد مرحبا يا راعي النفس الرحومه مرحبا ترحيب سيره في تزايد التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وهكذا ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثامن الذي يسير والخاص بمنافسة الجعدان إلى المقدمة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. شاهين سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي على المقدمة المركز الأول ما شاء الله، بينما في ثاني المراكز هذا شاهين أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي يتواجد على ثاني المراكز، بينما في ثالث التحديات ملقى هناك الغدوم من قبل اللي هو شاهين محمد بن قنوب سعيد بن كديدة على المركز الثالث، بينما في رابع التحديات شاهين محمد بن حسن بثيمة العامري، بينما في خامس المراكز جميل لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. هذه هي النتيجة والنداء للمراكز الأولى المتقدمة التي تسير في مقدمة هذا الاندفاع. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى من شاهين هذا متواجدا على المقدمة، والبداية محمد بن قنوب سعيد بن كديدة في صدارة هذا الشوط وفي المقدمة، بينما في المركز الثاني شاهين سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وتابع جميل سالم بن سعيد بن كاسب المسافري على المركز الثالث، بينما في رابع التحديات نبه احمد بن شاهين بن خلفان
المزروعي، بينما في المركز الخامس هذا شاهين احمد العتيج بن عبيد الرميثي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التحدي والإثارة التي تدور في مقدمة هذا الاندفاع. الله، شاهين اللي على المقدمة، شاهين اللي على الصدارة وعلى المركز الأول. هذا شاهين محمد بن قنوب سعيد بن كديد في مقدمة الشوط، ولكن أرى جميل سالم سعيد بن كاسب المسافري بينما في المركز الثالث، المركز الثالث نبهة أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي. الله 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 الله، شوف التحديات، شوف الإثارة التي تدور نحو المقدمة ونحو المركز الأول في هذه اللحظات. هذا هو مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام الكرام أيها الأخوة الأعزاء، اللي على المقدمة جميل جميل لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، ولكن أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي. واللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، تهانينا والناموس لأحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي على فوز نبه، بينما في المركز الثاني جميل سالم بن سعيد بن كاسب المركز الثالث، وصل شاهين محمد بن قنوم سعيد بن كديدة. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. توقيت الزمن يا عطرة 6 دقائق 29 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.